ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين وفقرة جديدة من فقراتنا، ومعانا المستشار كولولوس جابالله، مسؤول بالجمهورية لحقوق الإنسان ومدير مكتب أخبار مصر اليوم بالمنيا. أهلا بك. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين، وكل سنة وحضرتكم طيبين وحضرتك بألف صحة ومصر وسلامة، كلها بخير يا رب. اللهم آمين. الله يخليك. نحب نعرف من حضرتك، عايزين كمان في يعني الانتخابات مجلس الشيوخ، فعايزين تعريف مجلس الشيوخ. هو حضرتك الرئيس بالاستنارة الفكرية الجديدة بتاعته كان في 2019 فكر إن ينشأ مجلس الشيوخ ايوه بالفكر العالمي الجديد اللي موجود في العالم. ايوه الأول كان عندنا مجلس شورى اهو وكان مهمش، لا فيه مشروع قانون ولا مشاريع ولا أي حاجة، وكان كله بيتاخد من مجلس الشعب، وهو كان مجرد حاجة بس مناصب وكراسي وخلاص على كده. ايوه صح فلما كان مهمش بالشكل ده اتشال في 2014، مش عايزينه، اهو ماليش اي خصوصيات، ماليش اي مصلحه في الدوله، ما فيش ايوه حاجه ناتجه عن مفيش برلمان زي فايدة، كده، مفيش فايدة خدت منهم. بال حضرتك؟ فلما الرئيس خلى فيه مجلس نواب برضه بالفكر العالمي زي امريكا والدول الاوروبيه المتقدمه ايوه بالقوانين الجديده وبالتشريع الجديده، فكر انه يعمل مجلس شيوخ، لان مجلس الشيوخ مكمل ايوه لمجلس النواب. فجه في 2019 وعمل انشاء مجلس الشيوخ الجديد ببنود جديده، أي بفكر واعي جديد، ببرلمان تاني خالص. يعني حتى ان كان في الاول كنا بنختار ناس معينه معروفه في الدوله بتاخدها غصبا عن عين المواطن باي طريقه ان كانت، أي لا الوقت انا شايف ناس علامه نازله مجلس الشيوخ بناء على الترتيب اللي عمله الرئيس. أي يعني انا عندي مستشارين وعندي اعلاميين وعندي ذو اعاقه وعندي مفكرين، كل ده نازل في مجلس الشيوخ الجديد بناء على ايه داخل؟ الاول ما كانش بيرضى يخش لانه مش شايف فيه انتاج، مش شايف فيه مصلحه البلد. اي لكن انا شايف الايام دي ان الرئيس هيديني اختصاصات، اي هيعمل لي مجلس شيوخ زيه زي مجلس النواب، اي هيبقى عالمي بالفكر العالمي. فانا عايز ادي البلد، عايز اسن قوانين، عايز اعمل مشروع قانوني، فايه المشكله ان انا بقى ما اخشش؟ اي فابتدوا المفكرين والاصلاحيين وذوي الاعاقه والاعلاميين والمفكرين وناس مرموقه في الدوله لقت الفكره من سياده الرئيس فعلا مظبوطه، فاضطروا ان هم ايه يقدموا يشاركوا نفسهم ويشاركوا. يشاركوا فيه وطبعا الشعب اليوم دي واعي في وعي. وفاهم وعارف ده مين وداخل المجلس ليه. الاول كان بيبقى فاهم ان هو داخل عشان المنصب وعشان الحصانه، ايوه لا الوقت لا، انا شايف مثلا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مثلا داخل، انا راجل شايفه قامه في القانون، فلما يعمل مشروع قانون اكيد هيكون مشروع عالمي مش مشروع زي الاول او حاجه مهمشه. في طبعا مداخلة، المستشار أسعد، اتفضل يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك وبرنامجكم المحترم دكتور أماني، أهلا بيك، وضيفك طبعا الكريم والمحترم طبعا المستشار كرول أهلا الجمال طبعا. بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب يا فندم، قيمة وقامة طبعا في العمل يا رب القانوني يخليك، والحقوق شكرا. الإنساني من الشخصيات المحترمة طبعا عندنا في صعيد مصر. شكرا. أهلا وسهلا بيك يا معالي المستشار. الله يخليك يا فندم، شكرا. في الحقيقة أنا بس عايز أتكلم بس في الحقيقه بس انا عايز اتكلم بس عن برنامج هي دي مصر طبعا بكابتن الاعلامي طبعا الكبير ايمن الشرقاوي، ذو علامه فارقه طبعا في الاعلام المصري وبرنامجه الوطني الذي يطرح ويصرد قضايا المجتمع المصري بكل شفافيه وحياديه، وذلك نسقا للبرنامج في الشارع المصري. وانا كنت احد اسره برنامج هي دي مصر، بس تم عمل برنامج الراي الاخر في قناه الصحه والجمال المحترمه، واحنا طبعا بنسعى ان نكون طبعا كعمل مشترك مع برنامج هذه مصر مع الدكتور ايمن الشرقاوي. لكن انا بس عايز اعلق بس على كلام حضرتك في الفقره، تفضل. ان انا اتكلم عن مجلس الشورى اللي هو قديما مجلس الشورى حديثا مجلس الشيوخ. ايوه الحقيقه انا بدعو طبعا كل اطياف المجتمع المصري من شباب ونساء ورجال وشيوخ مسلم ومسيحي الى
النزول الى صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الشورى، كلنا لابد ان نقف، كلنا لابد ان يعني ان نشارك، ان نكون في المشهد السياسي. أيوه. وان نقف خلف قيادتنا السياسيه والحكيمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طبعا يعني غير شكل الحياه السياسيه في مصر منذ ان وطأت قدماها رئاسه الجمهوريه. أيوه. وهذا ليس جديدا عليه، فهو كبير العائله المصريه. لكن انا عايز بس اتكلم باختصار بس في عجاله سريعه يعني عن تاريخ مجلس الشورى المصري قديما، مجلس الشيوخ. أيوه. طبعا هو احد المجلسين النيابيين في مصر، ويعتبر الغرفه العليا للبرلمان المصري. طبعا تم تاسيسه نتيجه الاستفتاء الشعبي في 19 ابريل 1979، وقد اكتمل كيانه بالتعديل الذي اجري على الدستور، وطرح الاستفتاء في 22 مايو 1980. طبعا اشهر رؤساء مجلس الشيوخ او الشورى في مصر طبعا عارفين الدكتور مصطفى كمال حلمي، الدكتور صفوت الشريف، الدكتور احمد فهد. طبعا اهم الاختصاصات المنوطه لمجلس الشيوخ الشورى طبعا سابقا ابداء الراي والمشوره في المواضيع الاساسيه التي يراها رئيس الجمهوريه في عرضها على المجلس، تقديم الدراسات المقترحه والمشوره التي تساعد الدوله على رسم السياسه العامه للدوله من تنميه وطنيه وقوميه، اعداد طبعا القوانين المكمله ومشروعات القوانين في عرضها على مجلس النواب للمناقشه والموافقه عليها. طبعا اشهر حدث او اشهر الاحداث تمت على مجلس الشورى طبعا منذ تاريخ نشاه مجلس الشورى او الشيوخ، لو احنا نفتكر يا معالي المستشار حادث الحريق اللي شب في مجلس الشورى ابان 2008. أيوه. في 19 اغسطس. كلام مظبوط يا فندم. طبعا زي ما انا قلت طبعا حضراتكم طبعا ادعو طبعا كافه اطياف الشعب المجتمع المصري ان هم طبعا ينزلوا الانتخابات، وانا طبعا لا اطيل عليكم في المكالمه، وتحياتي وشكري وتقديري للدكتور ايمن الشرقاوي الاعلام الكبير. تحياتي وشكري وتقديري لاسره فريق برنامج هي دي مصر. شكرا. شكرا. تحياتي للمستشار. شكرا يا فندم. تعيش يا فندم. شكرا. 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 اتفضل اتفضل. هو انا عايز اقول حاجه جميله، ان الشعب الان بقت عنده ثقافه وسياسه فوق ما كان حد متخيل. كان الاول في ناس بسيطه كده ومش عارفه يعني ايه سياسه. أوه. الوقت لا. معانا معلش معانا دكتوره جيهان بيومي، استاذ جامعي. اتفضلي. ايوه اتفضلي. اتفضلي يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اتفضلي. ايوه معلش ممكن السؤال تاني او دخلتين؟ الو انت على الهوا يا دكتوره. حضرتك على الهوا. ايوه يا فندم معلش صوتك بيقطع. لا اتفضلي يا فندم حضرتك معانا على الهوا. سياده المستشار معاكي. اهلا بيكي براحتك. احنا بنتكلم على مجلس الشيوخ يا فندم. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بيكي. حقيقي بشكر القناه على اهتمامها الدائم طبعا بالقضايا. بنشكر حضرتك للمداخله. اتفضلي. بقول لحضرتك بشكر البرنامج على الاهتمام وعلى نشر الوعي والثقافه وبالاحداث الجاريه وعلى بدايه نهضه جديده لمصر، وفعلا مستقبل سياسي واعد للحكومه المصريه وللمراه بصفه خاصه. حقيقي التمثيل اللي فعلا ادرك حاليا في مجلس الشيوخ لنسبه المراه 10% يعني تمثيل بدايه. هي طبعا اذا كنا في البرلمان بنقول ان نسبه 25% كبدايه، فبرضه بالنسبه لعدد المقاعد في مجلس الشيوخ نسبه 10% ايضا. نسبه تمثيل بدايه للمراه جيد. ان شاء الله على المراحل الخطوات القادمه وعلى دعم سياسه الرئيس لينا للمراه بصفه خاصه، فعلا يعني التمثيل ووجود المرأة ككائن وكنصف المجتمع المصري أو كأيقونة المجتمع كله، يعني إن شاء الله يبقى في نهضة سياسية ودور حقيقي للمرأة يثبت في زي ما أثبتت نجاحها في كافة المجالات. يعني إذا كنا اتكلمنا على أي مجال من المجالات، سواء كأستاذة جامعية في المجال التعليمي بوجود رئيسة للجامعة أو رئيسة المجلس الأعلى للجامعات المرشحة حاليا للشيوخ والعديد من الأساتذة أيضا في الجامعة،
في الجامعات، حتى مش نازلين في قائمه مجلس الشيوخ فقط، ولكن نازلين على المقاعد الفرديه. ايوه معايا؟ يعني نازله المراه في منافسه، ومنافسه قويه جدا مع قامات كبيره قوي. يعني ده ان كان يدل على هو يا دكتوره، هو يا دكتوره هي حاليا عندها ثقه جامده في نفسها، وعندها ثقه جامده في كل اطياف الشعب، ان احنا فعلا ما عادش عندنا فكر الراجل والست، لا عندنا فكر مين هينمي المجلس، او مين اللي هيسن قوانين وثقافته ايه، لكن ما يهمنيش هو النسبه 10% او اكتر، لكن في المستقبل هتكون اكتر ان شاء الله يا دكتور. لا ان شاء الله هتبقى ان شاء الله النسبه دي بدايه للتمثيل، ان شاء الله النسبه دي في زياده، ده الحد الادنى ان شاء الله. واحنا بنراهن وبنؤكد لسياده الرئيس ان شاء الله ان النسبه اللي هي نصت حاليا بنسبه 10% للشيوخ و25% في البرلمان، اللي احنا يعني داعمين ليه، يعني هو فعلا ادانا الثقه، ادانا القوه، بيدينا الباور. والمراه المصريه فعلا في كافه المجالات، انا مش بقول المجال السياسي فقط اللي هي نازله دلوقتي وبدات دخلت الحراك السياسي وبدات فعلا بتقول انا قويه وانا انا داعيه للسلام، انا داعيه للامن والسلام، وفي نفس الوقت بتستخدم الحنكه السياسيه للمراه، دورها في مجلس الشيوخ في مراجعه التشريعات في سن القوانين، يعني بناء على سيدات فعلا على مستوى لائق ومستوى جيد جدا من الوعي والثقافه. فان شاء الله باذن الله تمثيل المراه، واحنا داعمين للسيدات وطبعا للشخصيات القويه من او الشخصيات الجيده من الرجال، يعني مش هنقول ان احنا داعمين للمراه على حساب الرجل، ولكن كل من هو يصلح لبناء المجتمع احنا معاه ان شاء الله. وبدعم كل سيده فعلا نازله حاليا في الانتخابات واحنا معاها، وان شاء الله وثق ان كافه السيدات النازلين حاليا في المنافسه في الانتخابات، كل ما بقرا السيره الذاتيه بتاع سيده فيهم بلاقيها احسن من السيره السياديه للسيده الاخرى. يعني فعلا الواحد بقى على يعني عمال يقول طب نختار في يعني مثلا استاذه قديره في محافظه الشرقيه، أستاذة جامعية وليها باع في العمل الجامعي، أستاذة ألاقيها في محافظات أخرى، ففعلا سيدات تستحق فعلا إن هي يبقى ليها تواجد في مجلس الشيوخ. وإن شاء الله بإذن الله الفترة القادمة للمرأة المصرية سواء كان في الشيوخ أو البرلمان بإذن الله رؤية جديدة وسياسة واضحة، وان شاء الله كده نثبت فعلا للمجتمع كله ان كلام السيد الرئيس او وضع المراه فعلا ان شاء الله هيثبت وجوده، واحنا كسيدات فعلا بنقول لسياده الرئيس احنا بنشكرك جدا، وثق ان احنا هنكون عند حسن ظنك، وثق ان احنا بنعمل معاك ايد واحده لبناء الدوله المصريه ككل. نشكرك، نشكرك سياده الدكتوره، شكرا شكرا لحد، تحياتي، اتفضل. طبعا أنا مبسوط خالص من كلام الدكتورة، لأن إحنا عندنا في مصر بقت في رؤية كبيرة مختلفة وجميلة من ناحية الست، صح، بقينا نطل لها نظرة غير الأول خالص، النظرة تغيرت. يعني كنا نسمع حتى من بعض المثقفين لا دي هي ملهاش غير البيت، لا كفاية عليها تربية الأولاد، لا مش عارف كفاية عليها إيه، لا مش هو مكان المرأة كده. أنا ليه اختصاصاتي، يعني أيوة أنا ممكن أسوق عربيتي، لكن مش عيب إن أنا أكون شغال في أساسيات الدولة. أيوة مش عيب إن هي تكون بـ 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 في البيت لها شغلها. أيوة بس لها شغلها في الدولة، صح. وبعدين يعني الوقت طلعنا القمر. أيوة فإيه الست وإيه الراجل، لا بس بالعكس ممكن تكون هي عندها فكرة فعلا أفضل مني، صح. ممكن تكون هي حكيمة أفضل مني، صح. لكن مركنش عشان لفظ إن هي كده، لا طبعا هي فوق راسنا من فوق وإحنا بنتعلم منكم. ربنا يخليك. عجالة كده عايزين نعرف إيه هي أهمية مجلس الشيوخ. المجلس قائم على حاجات عاملها الرئيس. أيوة المفروض نمره واحد ان المجلس دعم كل مؤسسات الدوله. أيوة طبعا هيكون المجلس فيه من الاقتصاديين، من المفكرين، من رجال الاعمال،
خدت بال حضرتك؟ من القضاء، من المحامين، من كل اطياف الشعب. خدت بال حضرتك؟ كله ده بيدعم مين؟ بيدعم قرارات السيد الرئيس. كله ده بيدعم الاقتصاد بتاع الدولة. صح. كله ده كل واحد ليه فكرة في مجاله. المستشار في القانون بتاعه، الاقتصادي في الاقتصادي. معلش نشكر حضرتك، وفي ختام لقائنا نشكر المستشار على هذا اللقاء الممتع، وعلى موعد جديد إن شاء الله. انتظرونا أعزائي المشاهدين يوم الاثنين القادم بإذن الله على قناة الصحة والجمال الساعة 11 صباحا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.